لكن زي ما انتم متعودين دايما وابدا ضربه البدايه مع مقالي ومقاله. الهم الاول والاخير مغازله الجماهير. ايه هي؟ ليها علاقه شويه بالانترو اللي انا هقول لك بسرعه ان هو مع مغازله الجماهير هو ده الغرض منه. يعني الناس مش هي بتزيف ليه الحقيقه اللي هي عارفاها؟ ليه عايزه تغير واقع؟ عشان تقدر تصدر لجماهيرها سبب لعدم القدره على ملاحقه الاهلي. فمغازله الجماهير انا ممكن اغازل جماهيري ان انا احقق لها اهدافها، ممكن اغازل جماهيري ان انا البي لها طموحاتها وطلباتها، اجدد للنجوم اللي هم بيحبوها، اعمل اضافات جيده لفرقتي، ادافع عن حقوق ناديه. انما انا اسيب كل ده علشان اغيب الواقع واقول كلام يصل بعد شويه الى المنظر اللي هي زي في السيرك، الحركات الاكروباتيه اللي بتبهر ولكنها في الاخر لا تحقق تقدما لاحد. فاللي بيحصل ده مؤكد استاذ ابراهيم هو مغازله بحته للجماهير، لان من يقوم بهذه الافعال يعلم قبل غيره انه لا يتحدث بالحقيقه. انت عندك طبعا فقره انا مش عايز ابوظها فيها تفاصيل كتير، هندي امثله. صحيح، بالعكس اكتر من فقره، هتجد اكتر من فقره ليه علاقه باللي انا بقوله ده. في الاخر ارجو من كل الجماهير، واذا شاء جماهير الزمالك ان تتابعنا عشان برضو تشوف اذا كنا احنا بنقول بدلائل ولا قصدنا احنا هنا لا بنحفل ولا نسعى الى ان احنا يعني نجادل ولا حاجه، انما المساله بقت واضحه جدا جدا. ان تكرس كل الاسلحه، الاول الاعلاميه، وبعدين زقيت شويه لعيبه قديمه ملهاش كان ادوار كبيره معاك انها تتجاوز حق النادي الاهلي وتكرر يعني المظلوميات. والان ومن فترة بس ابتدى يلحق يعني تباعا نجوم جدد، يعني كنا متعودين مثلا عن اسماء بعينها، دلوقتي بنكتشف ناس جديدة بتخش داخلة على الخط داخلة على الخط تكرر نفس المعنى، بس وهي تكرر نفس المعنى الحقيقة بتهدر المصداقية وراء هذا الإلحاح يعني التكرار الذي يحدث. وأشكرهم جدا زي ما هتشوفوا كده، ربنا خلوهم لنا لأن هم أجهضوا هذه المحاولة بشكل سافر.